بسم الله الرحمن الرحيم. وانا في بلدة السيق سعدت ان التقي باحد الاباء الكرام. ليس الكريم شغيل خليف خلفان الراشدي. شغيل بن خليف بن خليف الراشدي. بعد شغيل اريد اسالك عن البلاد وحياتكم الاجتماعية في السابق. كيف كانت؟ كانت والله حياتنا في السابق يعني بالمنطقة هذه ويمشوا على الجمال اي نعم ما شاء الله على حشاشة كامل الحمير. الله يكرمك على الحمير. يتموا على نعم. على اسبوع اسبوعين احد منهم قام بعيد. وين اماكن الطرق اللي تربط البلاد بغيرها؟ شيء هنا طريق مثلا على الوادي بني حوادي بني خالد ولا وادي بني خالد طريق الريضة مسافه بعيده تسمى الساقطة تسمى الحمر تسمى الساقطة الساقطة والثاني اللي اسم الثاني الحمار يعني جبل الجبل الجبل اي جميل لا سامي الساقطة ومنطقة مني بريولك اسمه الحمار الحمار جميل وصل وادي بني خالد. كم كيلو تقريبا من هنا إلى وادي بني خالد؟ مني تقريبا 5 كيلو. 5 كيلو ما شاء الله بليل. جميل بليل. وطريق مريحة ولا متعبة؟ متعبة ايه متعبة شقفة ما يمشي غير اللي عاد عنده متعود هذا متعود بالمنطقة هذه ما شاء الله بالرغم انه هذا مكان منعزل وداخل على جبال ما الذي شجع الناس يسكنوا هنا منطقة شوية قبلة؟ عايشين هذه اول قدام قدام نعم اجدادكم عدتوا انتوا خلاص توارثوا المكان عقب اجدادنا عدتوا احنا وحبيتوا عدتوا المكان عندنا اموال وعندنا نخيل وعندنا رزق قصير والحمد لله وفي ناس اللي كانوا يصنعوا صناعين ما ابرى الصناعات الاهليه او الحرفيه مو يصنعوا مثل ايش؟ اول مصنع فخار موجود ما شاء الله مصنع الفخار كان حال حياه ابوي اي نعم جميل اول يدي وخلاف ابوي نعم بعدين حياه عقب وانت حافظت على هذه الحرفه ولا تركتها؟ حافظ عليه حياه اخوي حياه اخوي الحمد لله رحمه خلفان نعم خلفان بن خليف بن خلفان هو كان عند المصنع مصنع وكذا وباقيه هذه الحرفه ولا خلاص راحت يعني مو ابرز الاشياء اللي كنتوا تصنعوا من الفخار مصنع الفخار تصنعوا ايش كنتوا مثلا الخروس الخروس ايوه مال تمر وين نعم ما شاء الله 30 من او ما شاء الله سميوها قره اي القره الكبيره هذه زين وبحالي ايضا كنتوا ودلت القهوه ما شاء الله تصنعوا ومال العيش او ما شاء الله جميل كل شيء ومادات اللبن كل شيء مصنع البخار موجود معنا حنكا والتربة اللي يصنع منها موجودة يعني في البلاد وكل حاجة موجود ما آه كان يعني مخصص حال خدمة جميل مو الحرف الأخرى أيضا اللي موجودة خدمة الدعون دعون موجودة أيضا خدمة الدعون تعال القوي من أي زور أكثر شيء تختاره 150 من زور المدلوكي المرزوقي المدلوكي المدلوكي إيه المدلوكي نعم المدلوكي نعم زور المدلوكي هذا دعان المضبوط المضبوط احنا من الفرض عندنا في البلاد والحين الهنود يلتوه من زين وشين هم يغطوه يعني برني ما برني نعم زين في مصنع مال الحديد ايه موجود حداده ايه حداده موجود ايضا خدمه المياز ايه ما شاء الله احنا كان يصنعوا لهم قاس خدمه السكاكين ما شاء الله جميل وكذلك مصنع الصفر كان حد ينوب هنا يعمل هذه العمله ايه جميل يوجد سوق داخل البلاد ودكاكين ولا ما شيء اول موجود مال سوق المراغه ايه سوق المراغه ولكن الان خلاص ولا بعد باقي ما يصير تركوا الناس يمكن ما له ربح فيهم ايش من الاعمال ايضا الاخرى قلت لي الان صناعه الدعون ايضا وايش ايضا موجود اول صناعه الفخار الفخار بعدين صناعه الحديد الحديد وبعدين صناعه الصفر نعم جميل وبعدين صناعه الدعون الحبال والصوع وهذا ايضا يصنعوا كانوا والظروف وهذا والسقوف نعم ايه ما شاء الله يعني كانت البلاد معتمده ايضا نعم صناعاتها من قبل الاهالي وكذا نعم لماذا الناس اليوم تركوا مثل هذه الصناعات النسائيه والنسيج ايضا ما تصنعوا زار وهذه الاشياء نعم اول كان موجود نعم اذا هذه ما شاء الله اعمال جميله لماذا ما طوروها الناس تركوها وصناعه الحصر الحصر ايضا صنعوا صناعه الحصر ما شاء الله ماذا الخشت ورسل ورسل ايضا ما شاء الله جميل حصر ماذا الرسل اذا الصناعات جميله كانت بحاجه الاهالي طوروها وكذا نعم نعم ما شاء الله موجوده كان لكن الحين توفى الله يرحمهم ويغفرهم كل حد ما هي نصيحتك بعضهم من الأعمال نعم زي ما هي نصيحتك ورسالتك للأبناء ليحافظوا أو ليجددوا مثل هذه الصناعات مو تنصحهم أنصحهم يحافظوا على مخلف أهلهم ومخلف جدانهم الذي من سابق من زمان يكون ما يبدلوا إذا يبحثوا عن معلمين يعلموهم هذا ويطوروا هذه الحرف نعم نعم جزاك الله خير حقيقة سعدت بالحديث إليك بارك الله فيك وفقك الله آمين.